قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونحن نستقبل الفاجعة الكبرى، وهي فقد النبي صلى الله عليه وآله. فقد كتب سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله تعالى في ذلك تغريدة سابقة يقول فيها سماحته باسمه تعالى: أمة الإسلام هي أمة محمد بن عبد الله، روحي له الفدا بغض النظر عن عقيدة المنتمي للإسلام، فالدين واحد وهو الإسلام، حتى وإن اختلفت العقائد والمذاهب ما دامت ضمن الأطر والقواعد العامة للإسلام. ولكن هل الواقع أن المسلمين هم أمة رسول الله؟ هنا أريد أن أنوه على بعض الفروقات والشوائب التي ابتعد فيها بعض المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. فبعض المنتمين للمذهب الجعفري يتفاخرون بانتمائهم أو اتباعهم أهل بيت الرسول أكثر من انتمائهم لنفس الرسول، فيكثرون من ذكر الآل ويقلون من ذكره صلى الله عليه وعلى آله، ويخرج الملايين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام على سبيل المثال، ويحددون الأول من محرم الحرام وإلى العشرين من صفر الخير أياما خاصة به، وما إن جاء الثامن والعشرون من صفر الخير يتراخون في عزاء الرسول وكأن الرسول لغيرنا. وبعض المنتمين إلى المذهب السني والجماعة يستشيطون غيظا من النقد الموجه للصحابة غير المعصومين، ولا يكون ردهم بالمستوى المطلوب عند الإساءة للرسول، وكأن الصحابة أقدس من الرسول، كما أن الأئمة من أهل البيت أقدس من الرسول. كلا وألف كلا، إلا تنصروه فقد نصره الله، فإن ذريته سلام الله عليهم بل وأصحابه أجمع لن يرضوا بهذا الأمر على الإطلاق، بل يجب أن يكون المقدس الأول من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وما تقديس أهل بيته إلا منه صلوات الله عليه وسلامه، فهم كالأقمار التي تستقي نورها من الشمس، شمس الرسالة المحمدية الأصيلة. وذلك يكون أوكد في الصحابة الذين هم أدنى درجة من أهل البيت ولا يتصفون بالعصمة. فيا أيها المسلمون في العالم أجمع، تمسكوا برسول الله أولا
وبأهل بيته ثانيا، وبصحبه الذين ساروا على نهجه ثالثا. ولا تتمسكوا بمن زل عن نهجه وظلم عترته والقربى، وكان يكثر من قراءة القرآن. تقول أم هانئ: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله بالليل وأنا على عريشي أي سريري. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وهو إشارة إلى كثرة تلاوته للقرآن وفي كل أوقاته. فعلينا أيها الأحبة أن نتمسك بكتاب الله قراءة وعملا حتى نفوز في الدارين. ثانيا: توكله صلى الله عليه وآله على الله تعالى. قال صلى الله عليه وآله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال صلى الله عليه وآله: من انقطع إلى الله كفاه، كفاه كل مؤونة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. فعلينا أيها الأحبة أن نوكل كل أمورنا إلى الله تعالى. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.